يوم خالد ومناسبة تاريخية صادرت فيه أهم وثيقة كويتية تحت هاشتاغ الدستور الكويتي. أحيا المغردون الكويتيون اليوم الذكرى 55 لإقرار الدستور الكويتي، مغردين بمواده ونصوصه، مشيدين بأهمية تلك الوثيقة التي تقوم عليها أنظمة الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بل وتحفظ حقوق الشعب. المغردون تداولوا صورا ومقاطع لأبي الدستور أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله سالم الصباح طيب الله ثراه أثناء تسلمه دستور دولة الكويت عام 1962. وكانت من أكثر المقاطع تداولا كلمات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه، والتي أكد من خلالها على حماية الدستور الكويتي وعدم السماح بالمساس به، وأنه الضمان الأساسي بعد الله عز وجل لأمن الوطن واستقراره. المغردون أكدوا أن هذا اليوم يوم خالد وعظيم ومناسبة غالية على قلوب الكويتيين، كفل حرية الكلمة والرأي لشعبها، مطالبين الجميع بالمحافظة عليه، داعين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين وشعبها من كل مكروه وسوء.